فمشات اسبانيا كتجيب الدعم من فرنسا وانجلترا وجاو حاصروا الريف بحرا وجوا و ولا لا تقادوا في الريده قولوا تعاي يا هلا يا هلا بالحبايب والصحايب مرحبا بمحبي التاريخ تاريخ المغرب اللي ما قروناش في الماده ديال التاريخ والجغرافيا والتربيه الاسلاميه حلقه اليوم سيداتي سادتي على الاسطوره محمد بن عبد الكريم الخطابي وما ادراك ما عبد الكريم الخطابي تبعوا معايا ونعرفوا القصه ديال هذا المجاهد اللي قبل ما نبداو ما تنساوش تهلاو في خوكم بواحد الجام شي كومونتير زوين باش تشجعونا باش نستمروا في هاد الفيديوهات هادو الا كان تعجبكم ما كانوش تعجبكم ديروا ديزلايك ديروا شي حاجه نبداو سيدي دونك تبع معايا باش نتعرفوا كاملين على هاد الشخصيه الاسطوريه من تاريخ المغرب من تاريخ المقاومين والمجاهدين اللي رفعوا رايه البلاد في وقت اللي كثروا فيه الخونه وبيعين الماتش لماما فرنسا اوكي قصتنا سيدي غتبدا سنه 1883 وبالضبط في قريه اجدير في منطقه الريف بالمغرب رئيس القبيله عبد الكريم الخطابي غيتزاد عنده ولد سماه محمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم رباه مزيان وعلمه العربيه وحفظه القران ومن كبر صيفطو لجامعه القرويين بفاس باش يتعلم فقه السنه والحديث وما هي الا سنوات حتى رجع محمد بالشهاده ديالو وتقلد منصب قاضي القضاة بمدينه مليليا في نفس السنه كان وقع اجتماع في الجزيره الخضراء الخزيرات باسبانيا جمعت فيه 12 دوله اوروبيه وامريكان واتفقوا باش يقسموا المغرب طريفات ويستعمروه علاش لانه كان مصدر قلق بالنسبة لهم كان دائما المغرب مصدر قلق بالنسبة لهم كيف لا ومن المغرب خرج طارق بن زياد ومن المغرب مشاو المرابطين والموحدين وغزاو الأندلس فكان ضروري باش يتهناو من هاد الأرض اللي كتشكل خطر بالنسبة لهم فداك الشي اللي كان تم تقسيم المغرب ما بين فرنسا وإسبانيا وحتى ألمانيا وبريطانيا وأمريكان خداو شي مناطق وهاد الشي ما غيعجبش عبد الكريم الخطابي وولده محمد داك الشي علاش جمعوا كاع القبائل الريفية باش يحاربوا إسبانيا اللي كان نصيبها من الكعكة منطقة الريف وعطاو الريافة الحرار لإسبان اكبر قتلة رغم ان عبد الكريم في هذه المعركة غادي يموت وغادي يخلف ولده محمد بن عبد الكريم الخطابي الاسطورة ديال الحلقة ديال اليوم اللي جمع 3000 محارب وابتكر طريقة جديدة في القتال كان هو اول واحد غادي يستعملها في التاريخ حرب العصابات اللي غادي ينقلها منه الثائر تشي كيفارا وغيجي عنده للقاهرة وغيقول ليه ايها الامير لقد جئت لاتعلم منك التائر تشيكيفارا مشى حتى للقاهره باش يتعلم حرب العصابات من عند الاسطوره محمد بن عبد الكريم الخطابي واستعملها في حرب كوبا ضد امريكا طور محمد نظام خطير معروف بحفر الخنادق تحت الارض حتى المكان وجود العدو اعترفوا الفيتنام حتى هما انهم نقلوها من محمد بن عبد الكريم الخطابي في حرب الفيتنام ضد امريكا وهو نفس النظام اللي قهرت به فلسطين اسرائيل والمهم سيدي صبليون تقهروا بالخسائر المتتاليه اللي كيعطيهم الريافه فناض الملك ديالهم وصيفط اكبر جنرال عنده في الجيش ب 60,000 جندي بالطيارات والدبابات وكذا واللعيبات وا 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 والروينة نايضة وتلاقاو مع 3000 مجاهد ريفي في معركة أنوال الشهيرة وكالعادة يا سادة محمد بن عبد الكريم الخطابي غادي يعطي أكبر شبحة لإسبانيا وغيقتلوا منهم 18,000 واستأسروا 10,000 ومشات إسبانيا كتطلب الدعم من إنجلترا ومن فرنسا ومجاو حاصروا الريف أرضا وبحرا وجوا وقصفوا الريافة بالكيماوي وماتوا منهم بزاف ومع ذلك ما قدروش يتغلبوا عليه بفضل حرب العصابات اللي كينهج استراتيجيه خطيره ما طيش على بالهم فتقهروا وجاو كيزاوقوا باش يجلس معاهم لطاوله مفاوضات الصلح وبعد ما عطاوه ضمانات السلم باش يجي يتفاوض معاهم غادي يغدروه ويسجنوه وصيفطوه للمنفى في واحد الجزيرة حدا الهند تابعة لفرنسا وبقى تما لمدة 20 عام وفي واحد النهار كانت فرنسا مرجعاه لعندها وصلت الخبر للملك فاروق حاكم مصر في ذاك الوقت باللي الأسطورة محمد بن عبد الكريم الخطابي اللي غبر هذيك أكثر من 20 عام كاين دابا في باخرة في ميناء سيناء بمصر فدار واحد الخطة مع الضباط ديالو ومشاو عتقوه وبقى عايش في مصر حتى مات وتدفن تما تدفن الأسطورة واحد من 100 العظماء
للمسلمين اللي غيروا مجرى التاريخ. سيداتي ساداتي، حلقة اليوم سالت. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، على الجام، على الكومنتار الزوين اللي تتخليوا لي. والله الا انا فرحان بزاف انها كنشوف هذوك الكومنتارات في الواعي. اوكي شكرا لكم بزاف. نتلاقاو في فيديو جديد اخر نهضروا على شي شخصيه اخرى. شكرا لكم بزاف، بغيتكم تعطوني اقتراحات ديالكم، شخصيات اللي بغيتوني نهضر عليهم، وكنبغيكم بزاف. اوكي اوكي يلا بسلام عليكم. لا لا بلاش بلاش.